فاروق ابراهيم فتح جميل اتاخر فيها ياخذها حسين محمد منتخب الكويت. فاروق ابراهيم جول 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 بصدق الجول بصدق الجول كرة حلوة ملعوبة في عرض الملعب العنبري الى فيصل الدخيل بيحطها شماله على شمال حارس المرمى كرة حلوة فيصل الدخيل كرة فيصل 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 حبيب قلبي كرة حلوة فيصل الدخيل في دقيقة أربعة فيصل الدخيل كرة حلوة بشماله بيعطيها العنبري لسعد الحوطي سعد الحوطي يلعبها الى فاروق ابراهيم في الدائرة فاروق مطلع جاسم لعبها جاسم فاروق لعبها انما جاسم يلعبها براسه غير سليمة ابدا تروح الكرة في حارس المرمى راشان اللعب في النص تايلاند طولها قدام تروح الكرة انما الزلمي خطفها وبيلعبها الى العنبري لعبها لا العنبري يما حمد يما سعد الحوطي اعطاها سعد الحوطي يما فاروق من مرد المرزوق مرزوق لفاروق فاروق الى ادريهم ادريهم الى حارس المرمى اللي هو محمد عبد الحميد تلعب تروح الكره الى مرزوق سعيد مرزوق الى العنبري العنبري سعد الحوطي سعد الحوطي منقوله حلوه تسلل على فاروق ابراهيم فريق التايلندي حسب ما انا شايف انه يلعب بطريقه كشف تسلل ايضا مع تقدم خط الهجوم ولما يدش معاهم فاروق فيصل الدخيل وفتحي جاسم يعقوب بيكون دائما في موقف التسلل اللعب سعد الحوطي بلما ابا فتحي انما يعطيها فاروق فتحي قطع لها وتاخر فيها راحت فتحي مره ثانيه جاسم بيلعبها في عرض الملعب تروح منه الى برادسون الى سونكاتي فلوب فيزان الى مناز ياخذها العنبري عبد العزيز يلعبها الى حمد محمد حمد يا فاروق فاروق كرة معاه حلوة تلعب الى عبد العزيز العنبري عزيز العنبري الى فتحي كميل فتحي بيحاول يمر انما داخل مع اللاعب التايلندي وطول من فتحي كميل تطلع الكرة برا الملعب كورنر طلعها منه المدافع التايلندي كورنر اول مباراة اول مباراة تكون اصعب مباراة دايما بالنسبة لي اي فريق يلعب في اول دورة لان الانسجام تعرفين فريق منتخب الكويت لعب مباراة ودية قليلة استعداد للدورة فلذلك يحتاج لانه ياخذ لنص شوية فانه لما يتقدم حتى ياخذ وضع في اللعب في لاعب من تايلاند طالع برا الملعب كورنر تلعب منتخب الكويت كرة ملعوبة حلوة انما تطلع الكرة برا الملعب عبد العزيز يلعبها الى حمد محمد حمد بيفوتها لنفسه حلوة يمشي فيها بيطلع جاسم اعطاه جاسم تسلل ما اعطاه جاسم لان جاسم صلح نفسه صح ما في شيء حمد محمد اعطاه يا جاسم ترى حمد محمد اعطاه لعبد محمد يصلح نفسه حمد محمد يصلح لعبد جميل يلا فتح جول يلا فتح جول يلا فتح جول فتح جول 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 فتح جول فارس استثمر حطها جول الله 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 كله جول جول حمد محمد جاسم ها تخذ حمد الى جاسم جاسم الى حمد حمد فوت النفس يعطيها فتح جميل فتح يصلح نفسه يمينه بيحطها بالشبك فشوف الشبك اخبار يطلع فوق المدرج يجي شويه عندنا هني ويجيكم شويه الجول الثاني في الدقيقه 16 في الدقيقه 16 فتح جميل كره ملعوبه حلوه فتحي جميل فتحي كميل بالدقيقة 16 يحط الهدف الثاني وراسه لعبت محمد عبد الحميد الأوت لا فاروق إبراهيم إلى فيصل الدخيل كرة مع فيصل فيصل لعبها إلى جاسم يعقوب جاسم كرة معاه ما خرج ماشي جاسم يطلع في عرض الملعب هو تنسى جاسم يعقوب مشيها نفسه ما بتروح الكرة إلى فاروق إبراهيم فاروق بيفشيها فتح جميل فتح كرة مع الدبل جول فتح دبل جول بعد الدبل جول بعد الدبل جول جول الله الله يا فتحي الله الله يا فتحي كرة حلوة فوت جاسم فوت نفسه في فاول لمحمد حكم المباراة مشيها لنا من صالح منتخب الكويت فاروق بيعطيها فعلا مهندس فاروق فعلا مهندس
ارتبت الملعب والاربع عيون لا اله الا الله فاروق، ارتبت من الناحيه الثانيه اللي فيها فتحي وفاضي، فتحي لمها لنفس الفارس الاكبر وحطها قنبله دخل الجول في الدقيقه 40، في الدقيقه 40 يعني زياده صفر على 4 دقائق.